أولا هناك مقدمة يعني لها علاقة بالحادث البارحة، ذكرها يمكن فعلا أن يخلق أسباب مقنعة لما حدث، يمكن ودليل الوضع اللي وضع حالة التردي اللي يعيش النظام وخاصة المخابرات اللي الآن سميت بجهاز الأمن الوطني، وهي كان يعني لم يتغير فقط للاسم ولا زال عنوان المخابرات هو الآن نفس الممارسات بل يمكن أسوأ ممارسات سابقة ولكن بمسمى مختلف. أنا قبل أيام يعني بس فقط كنت راجع من لبنان، كان عندي سفرة للبنان أخذت فيها 10 أيام، والجمطة أو الحقيبة اللي فتشت واللابتوب أيضا اللي تم التركيز عليه هو نفس اللابتوب ونفس الجمطة الحقيبة اللي كنت مسافر فيها إلى لبنان. لا في ذهاب إلى لبنان فتشوا الحقيبة وكنت مار مرور طبيعي، ولا في رجوع أيضا فتشوا هاي الحقيبة نفسها وكان أيضا طبيعي ولم أجد أي توجيه. أنا أتساءل هنا ومن حق كل مواطن يتساءل في هذا البلد، يعني هل أن ما حدث البارحة في المطار له علاقة بما حدث أمس في الأحكام التي صدرت ضد الأخوة في كرزكا، وأن سفري هذا إلى لندن يعني فهم منك رسالة بالنسبة للنظام أنهم الخطأ الذي يقعون فيه والجرائم التي يمارسونها والأحكام الظالمة الجائرة اللي صدرت بالأمس وتوقعات أن تكون هناك ردات فعل ضد هذه الحكومة وضد أيضا قوى الأمن الموجودة التي وراء كل هذا اللي قاعد يحدث في البحرين. أنا أعتقد أن هناك شيء فعلا يثير تساؤلات، يعني الفارق أيام، لماذا لم يعتقلوا اللابتوب في خلال الأيام اللي فاتت واعتقلوه البارحة؟ لماذا لم يتم التركيز على تفتيش الحقيبة اللي كان فيها اللابتوب قبل أيام بينما الباحة فتشت بطريقة مزرية وبطريقة مثيرة جدا لا تتناسب مع حجم أي مواطن عادي، فضلا ليكون هذا المواطن له موقعية معينة في داخل الساحة السياسية؟ أنا أعتقد أن هناك كان أمر قد صدر صدر من هؤلاء الصغار، هؤلاء في الأخير هم موظفون عاديون ينفذون أوامر، لكن أعتقد أنه اللي حدث البارحة في البحرين وتفتيشي بهذه الطريقة الخاطئة المثيرة اللي يعني تصادر حق الإنسان الطبيعي في، يعني أتذكر في هذه المناسبة تصريح كان لوزير الداخلية لما سئل عن بعض أسماء معينة لها علاقة بوظائف كان يقول أن هذه أمور شخصية ونحن يعني نحافظ على الأمور الشخصية، بينما يتجرؤون ويأخذون يعني اللابتوب ويفتشونه بطريقة خاصة ولا أدري ماذا فعلوا، وأيضا بطريقة قهر يعني طريقة وكأن أنا في حالة اعتقال وكأن في حالة مصادرة، مع أنه لم يكن هناك لا أمر قضائي ضدي ولا أمر إداري، أنا حتى سألتهم هذا السؤال. فأنا تفاجأت الباحة لما دخلت بعد ما خلصت التذاكر دخلت منطقة الجوازات، طبعا تم تعطيلي عند الجوازات لفترة إلى أن مشيت من عند الجوازات بمجرد خطوات مشيت وإذا المخابرات رأسا ينتظرني، فواضح المسألة ما لها علاقة بتفتيش ولا علاقة لها بأنه مسألة أنه محاولة فقط ممارسة عمل طبيعي روتيني في المطار، وهذا حق أنا أعتبره ولا وقت مرة اعترض على هذه الأشياء، ولكن اعترض على الطريقة السيئة في يعني والاستهداف السيء اللي كان مخطط له من قبل
رئيس جهاز الأمن الوطني، هذا اللي يثير الموضوع. لذلك أنا مجرد رأيت هذه المخابرات رأساً كنت متوجه لي مباشرة، لأن أنا كنت باتجاه وضع الحقيبة الصغيرة في المكان اللي يعني الكاميرا، على أساس مثل ما يعملوا بقية المسافرين، وإذا بهذه المخابرات يقول لهم لا جيبوا حقيبته في الجهاز الثاني، واضح يعني لماذا بقية المسافرين يعني يضعون حقائبهم في جهاز وأنا أضعها في جهاز آخر. فواضح حتى هذه أن هناك استهداف حقيقي لي يعني حسن المشيمع، ولي ما يحمل حسن المشيمع يعني سواء من أفكار أو من يعني أجندة في لقاءاته وفي سفراته وزياراته. يمكن حتى مجيء من لبنان كان يعتقدوا أن هناك لابد حدثت لقاءات، وهذا شيء طبيعي. يعني احنا كسياسيين ندافع عن حقوق شعب البحرين، من حقنا أن نلتقي بكل الجهات اللي يمكن أن تشكل رافد أو مساعد أو يعني لحل حالة الأمور في الساحة البحرينية، مع الحفاظ على هويتنا الطبيعية للبلد. ولكن هذا لا يمنع أن نلتقي بجهات ضاغطة، ونلتقي بجهات تبع المنظمات الدولية أو بجهات حتى سياسية لا موقعيتها ولا تأثيرها، ويمكن أيضا نستفاد من خبرتها. هذا كل حق طبيعي اعتبر أن لرجل يعني له رمزية معينة في داخل الساحة، وأيضا له علاقة بمطالب شعب البحرين لفترة سنواته. إذا هناك استهداف لحسن المشيمع في شخصه وفي علاقاته السياسية اللي كانت واضحة من هذه المعاملة. مررت بهذا الجهاز وتم التفتيش، كان هناك أيضا إلى جنبي جهاز أيضا في لابتوب إلى واحد إنجليزي، ومن المفارقات العجيبة في هالبلد أن الإنجليزي والأجانب كلهم مروا بسلام ولا في عندهم أي مشكلة، ولكن أنا اللي فقط من بين هؤلاء وقفت. المرة الأولى قالوا هناك تفتيش في حقيبة، قلت تفضل هاي جنطتين، ما عندي شيء أحمل خارج القانون يعني، وأنا رجل يعني في الأخير سياسي ولي موقف من الحكومة ولي موقف من كثير من القضايا الموجودة، ولكن لا يعني أنني رجل يعني إلى هذه الدرجة لا أعرف حدود التصرفات السليمة التي تتناسب مع شخصية، تتناسب أيضا مع الواقع السياسي الموجود. لذلك أنا ما كان عندي أي شيء مثير حتى أخاف من قضية التفتيش، إذا كان تفتيش عادي، ولكن التفتيش اللي حدث هو تفتيش أمني وليس تفتيش طبيعي، مو تفتيش يعني هو ينطلق من الجواز من المطار وأمن المطار وعلاقة المطار وعلاقة المسافرين أو مخالفات لقانون يتعلق بالمسافرين. لذلك فتحت الحقيبة وفتشوا ورقة ورقة، وكل ما كان في الحقيبة ما فتش، وكان في البداية لأنهم يتخبطوا، لذلك كانت أسئلة تنغر. مرة يسألوني عن هذا، عندي قسم جزء من مالي الخاص مخلنا في جنطتي، سأل هذا ما هذه ماذا هذه أموال نقود كم عددها إلى آخره، وتحقيقات مع الجانب المالي، وكان أيضا أنا معني في تحقيق مالي، وهذا دليل التخبط. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى تفتيش الجنطة وخلوا اللابتوب آخر شيء يفتش، وكأن المسألة لا علاقة باللابتوب إلا فيما بعد. بعدين قال يفتح اللابتوب، فتحت اللابتوب قال لي بس خلاص سكر مع السلامة، قلنا الحمد لله رب العالمين مشينا. بس فقط للتو وصلنا إلى السوق الحر الموجود هناك،